أحسن الله إليكم. تقول فضيلة الشيخ الأخت سائلة من جمهورية مصر العربية: لي أخت شقيقة ملتزمة بأوامر الله والحمد لله ولا نزكي على الله أحد، ولكن زوجها تركها كالمعلقة وتزوج من امرأة أخرى، وهي تسأل الآن الشيخ صالح تقول: هل يحق لها أن تخرج بدون إذن زوجها لزيارة والدها وقضاء طلبات أولادها، أم تكون عاصية لهذا الزوج مع العلم بأنها لا ترى لأنه تارك المنزل منذ سنوات وتارك لها كما ذكرت؟ إذا كانت لا تزال زوجة له وفي بيته وهو ينفق عليها وقائم بالواجب، فإنها لا تخرج إلا بإذن، لأنها باقية عليها أحكام الزوجية، ومنها أن لا تخرج إلا بإذنه، فعليها أن تستأذن منه. وإن علمت أنه لا يمانع في خروجها أو أنه قد انتهت رغبته فيها وقطع الإنفاق عليها والسكنة، فلا مانع أن تخرج، لكن هنا الخروج بالضوابط الشرعية، لا تخرج متطيبة ولا تخرج متزينة بالفلي أو بالثياب، إنما تخرج لحاجتها مع التستر وترك الزينة وترك التبرج، نعم، ترك الاختلاط بالرجال، نعم.